يسرنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد الحبابي خبير استراتيجي شؤون الإيرانية في الدكتور محمد الحبابي. السلام عليكم دكتور. يا مرحبا، يسعد مساءك ومساء مشاهدي قناة عدن الفضائي. دكتور، يعني هل لا زال يخفى على الناس هذا الدور الإيراني القذر في المنطقة؟ في الحقيقة الأمر واضح ولا يحتاج شروحات أو تفصيل. إيران أتت بقضيها وقضيتها إلى المنطقة العربية، ورتبت لذلك من أواخر السبعينات، 1979 كانت البداية، وارتأت أن تدخل بثلاثة أنواع من أنواع التدخل: إثارة الفوضى، التفكيك، ومن ثم التدخل. وهي تدخلت في أكثر من منطقة، أنشأت حزبا هو حزب الله في لبنان في 25 فبراير 1982، وكان قويا وفاعلا في لبنان في 1985، على غرارها أنشأت حزب الدعوة في العراق 1982. وعندما سقطت سوريا في أتون ثورة الربيع العربي 2011، أتوا بزينبي وفاطمي قرابة 85,000 من المرتزقة الذي هدموا سوريا وجعلوها أثرا بعد عين. وبالتأكيد هي استفادت من الحراك الذي كان في اليمن، على غرار ما حصل في الدول العربية التي أفضى عليها ما يسمى بالربيع العربي، وهو ليس ربيعا ولا عربيا، بل هو عمل استخباراتي يراد به الفوضى في البلاد العربية. فدخلت اليمن من 2011 إلى 2013، أعلنت ثورتها على يد ميليشيا الحوثي في 21 أكتوبر 2014، وبدأت عن طريق عملائها. الآن عبد الملك الحوثي وجميع رجالات محمد علي الحوثي والمشاط وجميع عصابته قد سلموا أمورهم إلى حسن إدريس إيزرو السفير اليمن الإيراني. ليس السفير، قال ليس سفيرا، هو سفيرا. ما يقال، نعم. وهو جاسوس من إيران، أتى بلبس عماني من عمان على طائرة، إحدى طائرات حيث الأمم المتحدة، ودخل جاسوسا، ومن ثم أول عمل قام به ذهب إلى ميدان السبعين، ميدان الأحرار في اليمن، وزار قبر الحالك صالح الصماد، ومن ثم أصبح يحرك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والقوارب المتفجرة للملاحة الدولية ويؤذي الإقليم. وبالتأكيد ما يطلق من صواريخ ومدافع وصواريخ الكاتيوشا على اللاجئين في مأرب وعلى المواطنين الأبرياء الشرفاء في العبدية، وما يطلق في الجوف وما يثير من نزاعات، الآن هو الحاكم بأمره في صنعاء، والحوثيون ليس لهم من الأمر أي شيء. هم أتوا بالخراب، أتوا بالبؤس، أتوا بالفقر. صنعاء العاصمة الجميلة التي يتحدث فيها التاريخ ويتغنى فيها كتاب الآثار، العاصمة التي سجلت اسمها في أكبر كتب التاريخ العالمية، الآن لها أكثر من 4 سنوات ليس بها كهرباء ولا ماء ولا صحة ولا تعليم، والمواطن إذا رفع صوته ويطلب حاجاته الضرورية يرمى في السجون. الآن السجون في صنعاء بها أكثر من 1800 امرأة شريفة، فما بالك بعشرات الآلاف من الرجال والصحفيين والإعلاميين. لذلك تغرق اليمن بسبب طابور خامس ميليشيا الحوثي، هؤلاء الذين هم عملاء لإيران، جواسيس أتوا بالخبثاء على شاكلة. أين الآن الآن هذا المخطط؟ نحن في بدايته، في وسطه، في نهايته، أين نحن من هذا المخطط؟ لا يا سيدي، الحمد لله نحن في نهايته، وهم يهلكون، ورجالات اليمن و18 طيف سياسي في اليمن بإذن الله قريبا يتفقون ويتحدون. هم اتحدوا في معرض جيش الشرعية مع قبائل الجدعان وقبائل الحداء وقبائل نهر، وهذه القبائل الشريفة وقبائل مراد الذي يكرهونها الحوثيون لأنها قتلت الهالك يحيى حميد الدين وابنه أحمد وطردتهم
والآن هم يريدون أن يعيدوا الكهنوت، يعيدون الدولة التوكلية التي المتوكلية الإمامة نعم الذي عانى منها اليمين. أستاذي أستاذ أستاذ الآن هذا المخطط الإيراني يعني يسير وبدعم إيراني واضح، طائرات مسيرة، صواريخ باليستية، تدريبات، خبراء، من الذي يتوجب عليه أن يواجه هذا المشروع؟ الموضوع في اليمن والاعتداء من قبل إيران وميليشيا الحوثي هو عدوان على الأمة العربية والإسلامية. لماذا 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 تقف مع جميع الدول العربية؟ نعم نعم، لماذا يعني تغافلنا عن تسويق أو عن إشهار أو عن إعلان هذه الخطورة الكامنة لهذا التغول الإيراني وخاصة في اليمن؟ يا سيدي الأمور لم تأتي فجأة. الحوثيون عندما أتى الهالك بدر الدين الحوثي في أواخر الثمانينات وبداية 1990 وأنشأ حزبا هو حزب الأخوان ثم حزب الحق ومن ثم قوى أموره في صعدة لم يكن إلا آلاف بسيطة، ولكنه أتاه دعم من إيران الآن وعن طريق جزر مستأجرة في أرخبيل دهلك الإريتيري. هذا الرجل تقوى ودخل في اليمنيين مثل النار في الهشيم. الآن يجب القضاء عليه. نعم الآن يعني ما الذي يتوجب عليه أن تقوم به الحكومة الشرعية والتحالف؟ نحن الآن بصراحة يعني بعد استفاق ستوكهولم نحن نخسر في المواجهات بشكل واضح، خلينا نكون واضحين، نحن خسرنا بعض المديريات بعد من 2018 إلى الآن. الحوثي يعني مستقر ولا غير مهدد، لا يوجد أي تهديد استراتيجي ضد الحوثي من بعد اتفاق ستوكهولم. لماذا يستمر هذا الاتفاق ونحن لا نجني ثمارا ولكن نحن نخسر؟ قد لا أتفق مع الأستاذ الفاضل في الواقع يقول كذا، الواقع يقول هكذا، قدم في عسيلان وشبوة اليوم. نعم الحوثي يا سيدي يخسر في جميع الجبهات، ولكنه يود أن يهرب جميع اليمنيين ليترك مزيدا من الأموال يضعها في بنوك عمان والأردن والضاحية الجنوبية في لبنان. هو يسرق مقدرات اليمنيين كما سرق من مارتن جريفيث المندوب الأممي السابق 14 مليار كانت من المفروض أن تسلم رواتب للموظفين اليمنيين، سرق هذه الأموال وقال للمجهول الحربي، سرق الحبوب والدقيق من المطاعم. معروف هذا التوصيف، هذا التوصيف معك هو سارق ولص ومجرم، ولكن يعني نحن نريد إيقاف هذا المشروع. ما هي وجهة نظرك، ما هي رسالتك لتوقف هذا المشروع ولتقوية الشرعية اليمنية لتقف يعني ضد هذا المشروع أيضا التحالف؟ الآن هو هناك إدانة من هيئة الأمم المتحدة بعد مشروع قدمته المملكة العربية السعودية عفوا، وهذه العصابة بإذن الله ستوضع في مكانها الصحيح، أي جماعة إرهابية، والتحالف عاقد العزم على أن يكون هناك أهداف عقابية لهذه الجماعة، وبإذن الله أنا أقول قادم الأيام هذه الجماعة لن تكون لديها القدرة على الاستمرار لأنها تهلك كل يوم بأرقام كبيرة. المحزن في الموضوع أن الهالك هم أبناء اليمن الأبرياء الذي لا ذنب لهم إلا أنهم يلقون في نار الحوثي، ولكن بإذن الله باتفاق اليمنيين و في الجيش الذي تقوده الشرعية وكذلك قبائل اليمن وجميع الأطراف يجب أن يعلموا أن الحوثي هو عدو لدود وهو مخلب تام وضعته إيران، وبدون قطع هذا المخلب لن يكون هناك يمنا جميلا سعيدا كما كان. وأنا أقول وكل تفاؤل وثقة بالله عز وجل أن رجالات اليمن بإذن الله في قادم الأيام سيوقفون ميليشيا الحوثي عند حدها. شكرا. وسيطرد حسن إدريس إيده ومن هم على شاكلته. دكتور أحمد وسيعود اليمن بإذن الله. دكتور محمد الحبابي الخبير الاستراتيجي وخبير في الشؤون أيضا التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، شكرا جزيلا لك.